واخفني شر ما اسلفت وعصمني من الازدياد في معصيتك وحبب الي طاعتك وما يقربني منك ويذلفني عندك سيدي اليك يلجا الهاوئ ومنك يلتم الطالب وعلى كرمك يعفر المستقيم الدائم أدمت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين يوم أنت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم اللهم اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا تيسني من سابق نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك واجعلني في جنة من شرار بريتك رب إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة وجد علي بما أنت أهل لا بما أستحق فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين اللهم اخصصني من كرمك وبجزيل قسمك وأعوذ بك من عقوبتك واغفر لي الذنب الذي يحبس علي الخلق ويضيق علي الرزق حتى أقوم بصالح رضاك وعنم بجزيل عطائك وأسأل بسابق نعمائك فقد لذت بحرمك وتعرضت لكرمك واستعدت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك فجد بما سألتك وعلم التمست وعن الماء التمست من وعن الماء التمست من اسالك بك هذا بشيء هو اعظم من يا ارحم الراحمين بجاه محمد وعليه الطاهرين البته مفاتي الجنان سے اگر دیکھ کر پڑھیں تو اس دعا سے پہلے کچھ اور اعمال ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں پھر اس دعا کے بعد سجدے کی حالت میں کچھ ورد کرنا ہوتا ہے لیکن ہم نے فقط آپ کے لیے دعا پڑھ دی ہے کہ اگر کچھ اور نہ بھی کر سکیں تو اس دعا پڑھنے کا اجر جو ہے ہمیں مل جائے ایک اور دعا جو اس رات پڑھنے کی ہے بسم الله الرحمن الرحيم إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون وأما لفضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وطايا ومواهب يمن على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منه وها أنا ذا عبيدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وعدت عليه بعائدة من نطفك وعدت عليه بعائدة من نطفك فصل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الخيرين الفاضلين وجد علي بقولك ومعروفك يا رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين وسلم تسليما إن الله حميد مجيد اللهم إني أدعوك كما أمرت واستجب لي كما وعدت إني
إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني إليك فقيرا ومن عذابك خائف مستجير. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تجحد بلاي ولا تشمت ولا تشمت بي عداي. أعوذ بربك من عقابك وأعوذ برحمتك من عذابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل ثناؤك. أنت كما ثنيت على نفسك ففوق ما يقول القائلون. اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آج رات یہ دعا بھی پڑھیں جسے دعا فرج کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ادم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الارض ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. أي الله مصيبتیں بڑھ گئیں خوشحالی ختم ہو چکی زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی آسمان کی برکتیں رک چکی. اے رب ساری شکایتیں تیرے پاس ہیں تمام سختیوں میں اور خوشحالیوں میں سہارا تو ہی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين فرضت علينا طاعتهم فرفتنا بذلك منزلتهم فرج عنا بحقهم فرجا عادلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي صلواتك عليهما. يا علي يا محمد صلواتك عليهما. انصراني فإنكما ناصرايا واكفياني فإنكما كافيايا. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعجل الله تعالى فرجك. الغوث الغوث ادركني ادركني ادركني. اے اللہ محمد وآل محمد پر صلوات بھیج جن کی ذات تو نے ہم پر فرض کی ہے اور ہمیں ان کی منزلت اور مقام کی معرفت تو نے عطا کی ہے. ان کے صدقے میں ہماری مشکلیں حل کر دے جلدی کشادگی لیا پلک جھپٹ کی دیر میں اور اس سے بھی کم تر. اے محمد مصطفیٰ اے علی مرتضیٰ اے علی مرتضیٰ اے محمد مصطفیٰ. اللہ کے آپ پر درود و سلام. آپ میری مدد کریں کیونکہ آپ بھی میرے لیے مددگار ہیں. آپ بھی میری مشکلات حل کرنے میں میرے لیے کافی ہو جائیں کیونکہ میرے لیے آپ ہی کافی ہیں. اے میرے مولا اے صاحب الزمان اے فریاد رس اے فریاد رس اے فریاد رس ہماری مشکلیں حل کر دے ہماری مصیبتیں ڈال دے. یا